وان تاتش مع صديق المتألق محمد عمر. عمار، اهلا وسهلا بيك. مساء الورد. مساء الفل يا هيم، اخبارك ايه؟ كله زي الفل الحمد لله. طب اخلينا ايه النهارده في وان تاتش؟ قائمه منتخب مصر. يعني حديث الناس طبعا على السوشيال ميديا، والحديث الحدث الابرز يعني قائمه منتخب مصر. ايوه، وطبيعي زي ما انت قلت امبارح بالظبط، اي قائمه لاي منتخب او يعني منتخب مصر عمر ما كله هيختلف عليها، يعني ما يتفق عليها ده طبيعي. حتى لو كان مين المدرب، يعني نادرا جدا لما بنلاقي قائمه يعني الجميع مجمع عليها. ما فيش اعظم من الكابتن محمود الجوهري مثلا في التاريخ، الناس اختلفت على قائمته في اللي كانت رايحه تلعب بطوله الامم الافريقيه 98 بالظبط. يعني ده كانوا مختلفين ان هو واخد حسام حسن معاه بالمناسبه. ايوه، ما هو يعني في حاجات كتير هتلاقيها كده. ايه بتهز دماغك؟ انت كان عندك 3 سنين وقتها. لا مش 3 لا مش 3 خالص. اللي عايزين نقوله ان هي يمكن من فتره طويله قائمة المنتخب بتشهد يعني برضو مش إثارة للجدل بالشكل اللي احنا كنا كل شوية بقى لنا فترة بنشوفه. يعني أي، يعني الدنيا هادية شوية. احنا كل هنعمله النهاردة لأن كل مدرب زي ما اتفقنا ليه اختياراته وليه الرؤية بتاعته الفنية وليه الاحتياجات بتاعته. هو شايف في لعيبة مثلا مش لازم اللعيب ده يبقى أحسن لعيب في مركزه، بس هو في احتياجات معينة هينفذ له المرحلة دي. يعني بالظبط كده، والمرحلة دي مش صعبة، ده كينيا وجزر القمر يعني، بس هي مرحلة مهمة للحسم. مرحلة الحسم بالنسبة للمنتخب مصر. يعني احنا كل هنعمله، احنا هنعمل مدلول رقمي لأبرز المراكز اللي كان عليها جدل شوية، واللعيبة اللي كان عندها ممكن تبقى حجة تألقت في الدوري المصري بشكل كبير جدا، وكان عندها فرصة انها تتواجد في منتخب مصر او في قائمة منتخب مصر. طب ده شغل عالي ده. أوه، احنا قعدنا يعني اشتغلنا. لا اشتغلنا. طب يلا ماشي، هنبدا بحراسة المرمى. خلينا نقول بس قبل ما نروح لحراسة المرمى ان احنا في مركزين ما كانش عليهم يعني ايه ما كانش عليهم كلام، كل اتفق عليهم. ولاول مرة من فترة طويلة مركز الهجوم تحديدا عندنا لا الدنيا تمام. عندنا مصطفى محمد الله اكبر متألق، حسام حسن هداف الدوري، محمد شريف، احمد ياسر ريان، اختيارات كتير واختيارات حلوه واختيارات كلها يعني متنوعه. مظبوط. ده كمان في كوكا المصاب اللي لولا ان هو اصابته كان موجود. صحيح. فالهجوم ده تمام. والجناح ومركز الظهير الايمن يعني عندنا محمد هاني وعندنا عمر جابر. محمد هاني لا خلاف ان هو واحد من اهم لعيبه الاظهره او الظهير الايمن الرئيسي في مصر في الدوري المصري. ماشي. السنه دي. ماشي. وعمر جابر بالتبعيه هو لعيب الخبره الجوكر اللي خبرته الدوليه بتلعب دور كبير جدا في تواجده، وده لعيب يعني اي مدرب يحب يعتمد عليه. ماشي. خاصه ان هو لعيب جوكر. ومفيش لعيب ظهير ايمن يعني ايه نور زي ما بيقولوا، او يعني بقى عمل جدل كبير ان هو يخش في الكلام كان على رجب بكار انه بس يعني الموضوع صعب يعني شويه او بعيد زي ما بنقول يعني وفقا للاداء والرقم يعني. فخلينا نبدا بالمراكز اللي هي المثيره للجدل. ماشي يلا بينا. حراسه المرمى. وده طبعا كان اكبر يعني اكتر مركز نوعا ما كان عليه حراسه كان عليه جدل كبير هو حراسه المرمى. ماشي. خلينا نبدا الاول بالمشاركه عشان نشوف اللعيبه دي بتشارك مع انديتها ولا لا. ماشي. ودي اول حاجه بمدلول طبيعي. بنتكلم طبعا على محمد الشناوي 10 مباريات، هو ده اساسي فرقته. ما لناش دعوه محمد الشناوي يعني محمد الله ينور عليك. معدي عامر محمد بسام. عامر ومحمد بسام ومحمد عبد المنصف، ده الخماسي بقى اللي احنا بنتكلم على دقائقهم يعني. وجنش، هو جنش لسه مش موجود معانا بس هيبقى موجود في الصوره اللي بعديها. جنش هو قدام. ماشي. جنش هو احنا حاطين النضاره العدسه بتاعت النضاره مغبشه شويه. احنا حاطين جنش، حاطين ان هو طبعا جنش الاقل مشاركه وسط كل دول زي ما انت شايف. مباراتين بس في الدوري 190 دقيقه، وحاطين له الثلاث مباريات اللي لعبهم في دوري ابطال افريقيا 286 دقيقه. فنوعا ما جنش هو الاقل في المشاركه وسط كل الحراس دول. وهنلاقي عبد المنصف طبعا ده راجل اساسي في فرقته. نخش على اللي بعديها. طب خلينا نقرا بس للناس عشان يعني مش كل الناس بتشوفنا، احنا عايزين الناس كمان تسمعنا. فكمل بقى. 15 مباراة طبعا 1470 دقيقة. ده بالنسبه لمحمد بسام. بالنسبه لعامر 16 مباراة 1547 دقيقة. وعبد المنصف طبعا 16 مباراة 1560 دقيقة. ماشي. هنخش على الشباك النظيفة. الشباك النظيفة طبعا هنلاقي ان يعني المتصدر طبعا هو محمد الشناوي الاكثر في الدوري 7. جنش المباراتين اللي لعبهم عمل بشباك نظيفة. محمد بسام وعامر عامر 3 ومحمد عبد المنصف 4 شباك نظيفة. فرقم 2 في الشباك النظيفة محمد عبد المنصف، خاصة هو بيلعب في فريق زي وادي دجلة. طبعا محمد الشناوي خرجنا بره القصة، خرجنا بره المقارنة اصلا. بنتكلم عن الباقي دايما. ماشي. هيخرج بره كل المقارنة في الحاجات دي. ماشي. نخش على اللي بعده.
نيجي للتصديات. دايما برضو احنا حتى بعد ما خرجنا الشناوي دايما لازم هنبص على الفريق في الدوري ده فين. ماشي. لان الفرق الاقل في الدوري شويه دي اللي بتستقبل هجمات اكتر ودي اللي بيبقى عليها ضغط اكتر والحارس بيبقى عليه ضغط. برافو عليك. ولكن محمد عبد المنصف 54 تصدي هو في الاخر في الاخر بس برضو هو نفس الكلام. يعني فرقه زي سيراميكا اوقات بيجي لها حاجات كتير، فرقه زي طلائع الجيش بيجي عليها هجمات كتير، وفي فرق دوري كتير في المؤخره برضه، ولكن عبد المنصف استطاع ان هو يبقى 54 الاكثر في الدوري، اكثر حارس عمل تصديات في الدوري كله بسنه بخبرته، فده رقم كويس جدا. هنشوف اللي بعده. تصدي الانفرادات، وتصدي الانفرادات ده ليه علاقه بالمهاره بتاعت الحارس. يعني خلينا نتكلم ان لو التصديات العاديه اللي هي بتتحسب تصديات ممكن تشوط من بعيد اي حارس ممكن يصدها تمشي، انما تصدي الانفراد ده تصدي عايز حارس موهوب، عايز حارس فعلا ما ملوش زي. ومحمد عبد المنصف صادد 5 انفرادات، هو اكتر لعيب اكتر حارس في الدوري صادد انفرادات بخمسه. 5 انفرادات. 5 انفرادات. ماشي. يعني محمد الشناوي بيلي جنش واحد وعامر عامر ومحمد بسام هم 3 و3. ارقام عامر وبسام كويسه جدا الحقيقة. كويسه طبعا مش ما نقدرش اقول عليه حاجه كويسه جدا، بس عبد المنصف دايما هتلاقيه في صداره الارقام دايما. ماشي. اللي بعده التصدي العرضيات، برضو نفس الكلام هنلاقي عبد المنصف هو 44 فيهم هو اكتر واحد. 44 تصدي للكرات العرضيه. للكرات العرضيه دايما. ماشي. هو تاني اكتر لاعب في الدوري برضو في مركزه مش تاني، هو اول تاني اكتر لاعب في الدوري. هو 44 تاني اكتر لاعب في الدوري كله. في الدوري كله. في الدوري كله. تمام. هنا 44 هو المتصدر. متصدر الخمسه دول. الخمسه دول. المتصدر المجموعه. ماشي. المجموعه دي. ماشي. ولكن احنا بنتكلم في الدوري كله. في الدوري كله هو تاني واحد. عظيم. طيب محمد بسام 43 وعامر عامر 30، الشناوي 22 وجنش 6. ماشي. طبعا هتلاقي دايما ارقام جنش هي اقل ارقام. لانه المشاركه اقل. المشاركه اقل طبعا. فيعني الحجه بتاعت عبد المنصف، يعني وكملنا بس عشان بعد ما نخلص الاحصائيات كلها هنشوف اللي في الاخر، ودي اللي بيتميز فيها طبعا عبد المنصف 84% دقه التمريرات، اكتر لعيب لان فرقته بتلعب بيلد اب على طول، فاكتر لعيب بيعرف يمرر لزمايله. 84% ده رقم كبير. رقم كبير جدا. يعني بص الارقام اللي حواليك، الشناوي 76، جنس 69، عامر عامر 56، محمد بسام 73، يعني انت بتتكلم كلهم ارقامهم اقل شويه من اقل حبه حلوين من عبد المنصف. حارس بيعرف يلعب برجله كويس جدا، بيعرف ينقل لزمايله، وبيعرف يبدا لعب حلو قوي. كل دي ارقام بتقول ان عبد المنصف كان عنده يعني احقيه حلوه جدا رقميا ان هو يتواجد كحارس في قائمه منتخب مصر. باجمالا اجمالا باللي حضراتكم شفتوه، الارقام دايما ما لا تكذب، يعني الارقام بالتحليل الفني الرقمي اللي عمله محمد عماره ده، عبد المنصف كان يستحق ان يكون متواجدا. دي في الجزئيه بتاعه حراسه المرمى. حراسه المرمى. ماشي. هنخش على بعد كده على قلب الدفاع. قلبي الدفاع. وعندنا خناقه شويه. خناقه. لان في كذا لعيب. هو ماشي. المفروض اللعيب اللي كان عليه جدل قوي هو محمود علاء. ماشي. هو ده. مين؟ اللي على اليمين ده خالص. ده محمد فتح الله كاماتشو، لاعب غزل المحله. ده المفاجاه بتاعت القايمه دي. او الاختيارات دي. ايوه. حلو؟ مفاجاه بالنسبه لي. وبالنسبه للناس. مفاجاه بالنسبه للناس بتتفرج علينا. طب اشرح لنا ايه؟ ما انا هقول، خلينا بس نتكلم عادي. اشرح نتكلم الارقام. قول الارقام. ليه بقول لك الارقام؟ علشان في ناس ما بتشوفناش بتسمعنا ما بيشوفوش، فاحنا لازم دايما ايه طبعا نقول الارقام. انا ابويا ما بيشوفنيش تمام، فهو قاعد بيتفرج وامثاله كتير طبيعي، فلازم نقول الارقام. صح، انه في قطاع كبير جدا جدا بيزعل، خد بالك. لا حقيقي، عشان كده دايما لازم نوازن ما بين الفكره ما بين ان احنا نقول الارقام دايما علشان الناس كلها تبقى متابعه، عندها حق، يعني عندها وصل لها المعلومه كامله. ده حقيقي جدا. اتفضل يا فندم. فلو بدانا محمد فتح الله 16 مباراه 1578 دقيقه باساسي فرقته، علي جبر 11 مباراه 1072 فرقته والدقيقه اساسي فرقته، محمود علاء 8 مباريات 772 دقيقه، يعني مشاركات مش كتير قوي بس كويسه نسبه مش وحشه. يعني نيجي لياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم مباراتين 181 دقيقه، هو الاقل مشاركه في الدوري. أيوه. في كل دول وحط له الخمس مباريات بتوع لعبهم في دوري ابطال افريقيا 570 دقيقه. ماشي. ونيجي لاحمد ايمن منصور 6 مباريات 672 دقيقه. ماشي. واخيرا الونش 10 مباريات ب 1041 دقيقه. طيب نخش على اللي بعدها. فتح الله انت في 16 مباراه لعب 1578 دقيقه. انت هتخليني اركز معاه، ما تجيبوا لنا الشاشه كده يا جماعه، انتم مطيرين منه جزء من فتح الله. ايوه هي بس مش باينه عندنا هنا. ماشي اتفضل يا محمد. استخلاص الكوره هتلاقي
علي جبر 115، محمود علاء 77، ياسر ابراهيم 23، احمد ايوب منصور 85، ومحمود الونش 122. مين هو؟ محمد فتح الله. محمد 239. تاني اكتر لاعب في الدوري خلف داميان لو لاعب الاتحاد. ماشي، يبقى احنا بنتكلم على 239 لفتح الله، بنتكلم على 115 لعلي جبر، بنتكلم على 77 ده في استخلاص الكوره، 23 لياسر ابراهيم، 85 لاحمد ايمن منصور، 122 للونش. ده في خلال كم ماتش في الدوري؟ في 15 مباراه وفي 15 مباراه اللي اتلعبوا مع الوضع في الاعتبار انه ياسر ابراهيم لعب اقل مباريات. اقل مباريات طبعا. طب فاحنا هنتكلم على دي على نقطه واحده بس. احنا اللاعبين اللي بره القايمه محمود علاء ومحمد فتح الله. محمود علاء ده مش الاداء الفني بتاعه، او يعني زي ما تقول كده مش افضل فترات محمود علاء الفنيه. هتلاقي ارقامه دايما علي جبر والونش هم اكتر اتنين في القايمه دول. ماشي. يعني هتلاقي ارقامهم حتى 115 122، ولكن هي المفاجاه دايما هتلاقي ان الراجل ده هو اللي متصدر. ماشي. ارقام الحاجات اللي احنا هنشوفها. ماشي، نخش على اللي بعده. الالتحامات الهوائيه الناجحه اللي هي الهيدرز، اي التحام مع المهاجم، هنلاقي علي جبر 9 طبعا، محمود علاء 5، ياسر ابراهيم 2، احمد ايمن منصور 4، والونش 11. مين برضو؟ فتح الله. محمد فتح الله 20. 20 الاكتر في الدوري، اكتر مدافع في الدوري عنده التحامات هوائيه ناجحه. والله برافو عليك يا محمد، الاحصائيه دي عادله. ما هو عادله، احنا بنتكلم رقمي زي ما بنقول. ولكن في الاخر هنقول يعني الاختيار هيبقى وفقا لايه. ماشي. نشوف الاحصائيه اللي بعدها، ده التحامات الهوائيه الناجحه. ماشي، نروح نخش على التدخلات الارضيه الناجحه اللي هو التاكل يعني. والتاكل الناجح اللي هو التاكل الناجح، انا دخلت عليك خدت الكوره والزحلقه بالاستخلاص ورجعت الكوره لفريقي، يعني رجعت الاستحواذ لفريقي. ماشي. هنلاقي علي جبر 7، محمود علاء 4، ياسر ابراهيم 1، احمد ايمن منصور 4، محمود الونش 5، برضو الراجل ده 15 هو تاني اكتر لاعب في الدوري خلف داميان لو لاعب الاتحاد. ياه، ده حقيقي. ده الراجل ده ارقامه جباره مرعبه، لان كل الارقام اللي تخص المدافع المدافع هتلاقي الراجل ده متصدر القايمه. خلي بالك يعني الراجل ده ما لعب يعني ده اول موسم ليه في الدوري المصري. وخبره يعني قليله جدا وفقا مقارنه بكل فرقته بتتهاجم غزل المحله بتتهاجم جدا، فطبيعي هي عامله موسم كويس جدا مع كابتن خالد عيد حقيقي، ولكن برضو هي فرقه عليها ضغط على طول. صح، 90 دقيقه. ماشي، نخش على اللي بعديها. اللي بعده انقاذ فرص محققه للتسجيل. لا ده الانقاذ، يعني ده انقذ جون محقق او فرصه هدف محقق. ايه ده؟ لا، علي جبر 6، محمود علاء 4، ياسر ابراهيم مفيش، احمد ايمن منصور 7، والونش 10، وهنلاقي الراجل ده برضو تاني اكتر لاعب في الدوري خلف محمود شبانه لاعب اسوان. 25 انقاذ، 25 انقاذ لفرصه محققه لهدف. يا خبر ابيض، ده حقيقي. مش ممكن، ده 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 ارقامه جباره. هو ارقامه جباره فعلا، يعني كانت هو مفاجاه بالامانه. يعني هو مفاجاه في الدوري، اللي يعني اللي متابع لعيب زي ده، ده مدافع عنده 27 سنه، انا شايف ان هو مش كبير خالص على لسه. ده 27 سنه مش كبير، مش كبير خالص، هو لسه عنده الفرصه. يعني ده ممكن يطلع منه حاجه خامه كويسه جدا، ان الراجل طويل ونياله قوي جدا. برافو عليك، فيقدر جدا بشويه خبره يبقى مدافع على مستوى عالي جدا. يعني تسليط الضوء على الزاويه اللي مش متشافه. طب اللي بعده، اللي بعده هنخش على دقه التمرير. وهي دي اضعف حاجه في محمد فتح الله. هي يمكن التمرير، وبرضه هو مش واخد على طريقه اللعب اللي هي زي الفرق الكبيره. انا بلعب دايما على طول، ببدا اللعب من تحت وبلعب لزمايلي. فرق واضح بقى، الفرق الكبيره واضح جدا. هتلاقي علي جبر 88%، محمود علاء 87%، ياسر ابراهيم 82%، 76% احمد ايمن منصور، و87% محمود الونش. كلهم قريبين من بعض، كلها نسب كل واحد باجمالي عدد المباريات اللي شاركها. المشاركه طبعا تمريراته. دي دقه تمريراته. هنلاقي محمد فتح الله هي دي اقل حاجه فيه شويه. ماشي. دقه التمريرات. فبالتالي لو هنقول مجمل، مش هنقول ان الراجل ده كان لازم ينضم يعني، لان طبعا ما عندوش اي خبره دوليه. وانت داخل على مرحله حسم وكل حاجه، ولكن كان ممكن لو انت في لعيبه حطه تحت عينك. بالظبط، حطه تحت عينك. ما دورنا النهارده في الكلام العظيم اللي انت بتقوله ده، الجهاز الفني لمنتخب مصر هيحط تحت عينه في لعيبه يا جماعه موجود
في المحله هو اكيد يعني يستحق فرصه، يستحق يبقى موجود في التجمعات بالظبط كده يعني. وهتلاقي حتى ياسر ابراهيم لو هو حتى يعني ارقامه اقل منهم، ولكن خبرته الافريقيه وخبرته الدوليه هي اللي هتفرق وتحسم القصه يعني. اللي بعده فده بالنسبه للمدافعين. نخش على اللي بعده وهو الظهير الايسر. الظهير الايسر مفيش كلام على احمد فتوح وايمن اشرف، اختيارين في منتهى القوه. ولكن يجي الراجل ده، الراجل ده عمرو الحلواني 36 سنه، عنده يعني من الحجه ومن الارقام. صحيح. عمرو الحلواني 36 سنه، 15 مباراه يا محمد ب 1440 دقيقه، واستخلاصه للكره 166، ثالث اكتر لاعبي الدوري في استخلاصه للكره، تدخلات ارضيه ناجحه 9. بس هو مشكلته في السن. يعني انت لما تيجي تكلم حد في الجهاز الفني منتخب مصر يقول لك طيب سنه، وبص اللي بيلعبوا او اللي انا اخترتهم هم اصغر منه في السن وخبرات موجوده كويسه. هي دي النقطه طبعا اللي هتعيبه. اللي هي فكره السن فعلا متقدم، ولكن انت برضو لازم تبص على عطائه. الراجل ده عنده 36 سنه وبيعمل ايه؟ انا هوريك ان ده سلاح هجومي في منتهى القوه. لو كملنا في الارقام، هي التحاماته الهوائيه الناجحه 0، هو ده حقيقي. يعني مش اعظم حاجه في الدفاع. انقاذ فرص محققه 8 8، وتاني اكتر لاعبي الدوري. احنا برضو بنقول وفقا لمركزه. ماشي. يعني كظهير ايسر هو اكتر لاعبي الدوري انقذ، تاني اكتر لاعبي الدوري انقذ الفرصه المحققه. العرضيات 128، تاني اكتر لاعبي الدوري خلف جوزيف نجويم لاعب الجونه. اللي احنا بنقوله هتلاقي، بص دايما يعني لو كملنا، هي بقى السلاح الهجومي. الراجل ده سلاح هجومي خطير جدا. لازم الارقام دي نبص عليها. تمريرات الحاسمه 6، هو الاكتر في الدوري. تمريرات البينيه 21، الاكتر في الدوري. برضه بتكلم على مركزه. يعني ده في الاظهره اليسرى كلها. صناعه الفرص 27، الاكتر في الدوري. طبعا هي دي نقطته اللي هتضعف موقفه مع السن. مباراه دوليه واحده، فخبره دوليه مش موجوده، او خبره مع المنتخبات حتى مش موجوده. ولكن هو لعيب كظهير ايسر في الدوري المصري، هو سلاح فتاك. سلاح هجومي مرعب جدا جدا بارقامه يعني. عظيم. اللي بعده نخش على اللي بعده، معركه وسط الملعب. يمكن ما اتكلمناش يعني، ما حدش اتكلم قوي على وسط الملعب، لان ما شاء الله انت معاك يعني عمرو السوليه، طارق حامد، حمدي فتحي، والنني، ومحمد النني. موضوع صعب قوي. صعب قوي قوي يعني. ولكن يجي الراجل دونجا ده، هتلاقي ارقام برضو تستحق ان هو، وهو دونجا بيشارك يعني، دونجا بيروح لمنتخب مصر، ولكن الراجل فعلا ارقامه قويه جدا جدا. انت عندك واحد، انت يعني منتخب مصر يمتلك فعلا خط وسط دفاعي قوي جدا. يعني انت بتتكلم في طارق حامد حاجه عظيمه، حمدي فتحي حاجه قويه جدا، ودونجا من بعديهم ثلاثه، يعني انت ممكن اي حد يغطي تاني. ماشي. يعني حاجه قويه جدا. لو هنتكلم على السوليه، 4 مباريات في الدوري، 425 دقيقه، 3 مباريات فرد في دوري ابطال افريقيا 324، فنوعا ما هو بيشارك كويس قوي لولا الاصابات. 12 مباراه طبعا لا خلاف. سليم مشارك في 4 ماتشات بس في الدوري. عشان الاصابه دي مفاجاه بالنسبه لي انا. يعني اتخيل انه شارك في اكتر من كده. لا لا لا، 4 مباريات ما شاركش كتير. 4 مباريات، 4 مباريات وثلاث مباريات ده بديل دوري ابطال افريقيا. دوري ابطال افريقيا 324. تمام. 12 مباراه لطارق حامد، 1178 دقيقه. 14 مباراه لدونجا، طبعا لعيب اساسي جدا لا غنى عنه في بيراميدز، 1329 دقيقه. وحمدي فتحي 10 مباريات، 905 دقيقه. فبتتكلم طبعا في المشاركات كلهم لعيبه اساسيه في فرقهم. نخش على اللي بعده، اللي هتبتدي تفرق شويه، او تبتدي نخش شويه نشوف الاختلافات. استخلاص الكوره 57 السوليه، والسوليه طبعا بيختلف عنهم لانه ميوله هجوميه. رقم 8 شويه. ماشي. طارق حامد 199 طبعا. لا خلاف. حمدي فتحي 153، ونجري الراجل ده 248 استخلاص للكره، الاكتر في الدوري في مركزه. يستخلص الكوره وبيرجعها لفرقته. هو اكتر لعيب بيعمل القصه دي. فانت لو هتتكلم على خط وسط دفاعي يعني بيعرف يستخلص الكوره ويرجعها لفرقته، هو الراجل ده دونج. عظيم. عظيم. اللي بعده قطع طريق، ما بيهزرش، قطع طريق بارقام كبيره، 248 ارقامه في الدوري في 14 مباراه لعبها بالظبط كده. ماشي. التحامات هوائيه ناجحه، السوليه 3، طارق حامد 3، حمدي فتحي 6. وبرده الراجل ده هو الكرات اللي بتتلعب من ضربه المرمى، يبقى في النص، معركه النص، مين اللي ياخد السكند بول؟ الراجل ده اللي هيجيب السكند بول. هو اكتر لاعب خط وسط مدافع في الدوري بيجيب الهيدر. ماشي. لما يلتحم يجيبه ب9. ماشي. اللي بعده قطع الكرة باستعادة الاستحواذ. قطع الكرة ده غير استخلاص الكرة. استخلاص الكرة انا بخش على اللعيب اخد الكرة منه. قطع الكرة بالاستحواذ انا بقطع التمريرات. ماشي. قطع الكرة باستعادة الاستحواذ يعني انا باخد الكرة وابتدي بيها هجمة.
يعني ماشي يا محمد، يعني لو بنتكلم ان السوليه برضو على عدد الماتشات الاقل 7 صح كده؟ 7 وطارق 22 وحمدي فتحي 32، رقم كبير لحمدي فتحي الحقيقه يعني طبعا. على 12 مباراه خاضها. دونجا يجي في المرتبه الاولى 34 قطع للكره باستعاده الاستحواذ، ده تاني اكتر لعيب في الدوري بعد امام عاشور. بعد عظيم. امام عاشور قطع الكره دي، انا بقطع التمريره يعني الفرق يعني التمريره رايحه من هنا لهنا انا بقطعها وبسلمها صح لزمايلي، مش بس بقطعها، مش بقطعها وتقطع مني، لا ماشي. بقطعها وبديها لزمايلي. ماشي نخش على اللي بعديها. فدايما هتلاقي دونجا ارقامه متفوقه جدا، خساره الكره تحت الضغط، ودي مهمه لان برضو دي لعيبه بتطلع من ورا لقدام، دايما بيبقى عليهم ضغط، ودايما الفرق اللي بتلعبهم لو انت في فرقه هتضغط عليك كويس، فدي معلومه مهمه. السوليه 8 هو اقل لعيب بيخسر الكره تحت الضغط. ماشي. طبعا وفقا للمباريات القليله اللي لعبها، ولكن السوليه بيعرف كويس قوي يعني ما تتقطعش منه الكره بسهوله. ماشي. طارق حائط 18 وحمدي فتحي 17 وبرده دونجا 20. دونجا يمكن اكتر شويه النسبه عنده بتتقطع منه الكره كتير تحت الضغط، يعني لعيب تحت الضغط لا لازم يسلم بسرعه. ماشي. قبل ما يتغطى. ماشي. اللي بعده انا شايف المقارنه دي ما كانتش حط فيها السوليه، لانه على الاقل السوليه زي ما انت ما قلت هو 8 اكتر بعدد ماتشات. هو ده مختلف. حقيقي بس احنا على اختلاف انه دولت هم اللي بيقطعوا الهجمات فعلا، يعني اذا كان طارق ولا اذا كان حمدي او هو ده حقيقي جدا دوجة. بس ده الثمانيه الوحيد اللي في القايمه. ماشي. والباقي كله احنا بنتكلم بقى على المركز الثاني اللي هو العشرة اللي هو صانع الالعاب شويه يعني. ماشي. صناعه الفرص، ودي طبعا مش بتاعتهم، ولكن يعني نوعا ما انت لما بتلاعب فرقه متكتله بتبقى عايز اللعيب ده شويه دفعه هجوميه منه. هتلاقي هنا رقم مفاجاه شويه، ان السوليه 2 دونجا 6 حمدي فتحي 6 الراجل ده 9 اعلى لعيب فيهم، على عكس ما قد يكون متخيل عن طارق حامد. ده حقيقي صناعه الفرصه بتمريره وطارق حامد عنده الكره دي، الكره سواء الكره الطوليه او الكره البينيه بس طويله شويه مش لاقرب واحد ليه. رابع اكتر لاعب الدوري في صناعه الفرص، ده حقيقي ياه. من مركزه من صانع مركزه. اكتر لعيب الدوري في مركزه في رقم 6 في خط الوسط المدافع. ماشي ماشي مهم دي. اللي ماشي. بعده ودي اخر حاجه دقه التمريرات، طبعا دي برضو بتفرق للاستلام والتسلم كلهم رائعين فيها، مش هتلاقي السوليه 72% برضو وفقا لعدد المباريات الاقل، بس الراجل طبعا يعني هي نسبه قليله سنه بس هي اقل حتى لو الماتشات قليله مالهاش علاقه، هي مالهاش علاقه بس انا اقصد يعني دي بتفرق معاهم في عدد التمريرات الكتير في الماتشات الكتير فبتدي نسبه اكبر. فالسوليه 72% لكن الباقي كله مش هيبقى عليه خلاف. طارق حامد 90 خد بالك برضو ليه هتفرق دقه التمريرات هنا، اغلبهم هيبقى بيلعب على الجنب اكتر. برافو عليك. فضمان دقه التمرين اكتر، هيبقى التمرير هيبقى 90 88 92 على الاطراف، مش عايز اقول له على الاجنب والخلف، لا وده حقيقي فعلا، لكن السوليه دايما هيبقى تمريراته لقدام فهو العرضه اكتر، عشان كده نسبته، وعشان كده برضه احنا زي ما اتفقت وزي ما انت قلت هو بنخرجه بره، يعني تمريراته هيبقى فيها الريسك اكتر من تمريراتهم هم، عشان كده هم ما ينفعوش يرسكوا، متاح له شويه فعلا ان دقه تمريراته تبقى اقل سنه. ماشي عشان نشرح برضه الارقام الناس تبقى فاهمه انه شرح الارقام حقيقي، مش احنا مش بنضحك ارقام وخلاص. المدلول بتاع اللي بعده دي اخر حاجه في خط الوسط المدافع. فاللي عايزين نقوله بس في خط الوسط المدافع قبل ما نخش على صناع اللعب هو دونجا. يعني طبعا مش هنقول ان هو كان لازم ينضم برضو لان كلهم هايلين زي ما احنا شفنا. طيب. كلهم لعيبه. احنا معانا في الحصاله منصف، معانا في الحصاله حلواني، معانا محمد فتح الله، محمد بتاع غزل المحله اللي هو يعني مدافع غزل المحله، ده عاجبني جدا جدا الحقيقه الارقام. معانا في الحصاله اخر حاجه دونجا. دونجا اللي بعده نخش بقى على الاكثر جدلا في مركز صانع الالعاب. ماشي. اللي كان فيه اللعيب الوحيد الاساسي اللي هو صانع الالعاب، صانع الالعاب البيور محمد مجدي قفشه اللي هو رقم 10، ومعاه محمد فاروق. دول الاثنين لعيبه بس اللي بيلعبوا رقم 10 في المنتخب. او يعني محمد فاروق لو اعتبرناه 10 10 يعني. ايه ده محمد فاروق لعب ماتشين بس؟ اه بجد؟ اه والله. احصائيات دي سليمه؟ سليمه. ماتشين بس؟ ان شاء الله يعني. ماتشين في الدوري؟ سليمه، ماتشين في الدوري وثلاث ماتشات في الكونفدراليه. ده بديل كمان في ال ثلاث ماتشات في الكونفدراليه كبديل. نزل ال 100 دقيقه كبديل. الاثنين دول اساسيين. ب 232 دقيقه. قفشه في الدوري تمام مباريات ب 782 دقيقه. انت كده جايب المشاركات اللي في الدوري بس. كل ده دوري بس. دوري بس. نيجي بقى للاثنين اللي عندهم الحجه. اوباما 12 مباراه 12 ماتش 1045 دقيقه. محمد ابراهيم 15 مباراه 1430 دقيقه. الاكثر مشاركه والاكثر دقائق. بس يعني احنا بنتكلم في الثلاثه سواء قفشه او اوباما او محمد ابراهيم، الثلاثه يعتبروا اساسيين في فرقهم لا غنى عنهم. ماشي. اللي نيجي بعد. محمد فاروق ده لعيب بديل في فرقته. ماشي. نخش على اللي بعده. اول حاجه
رقم 10 طبعا دلوقتي على مستوى العالم. هنتكلم على الاهداف وصناعه الاهداف فلازم نتكلم عليها. في الدوري قفشه جايب جون واحد بس ده مش مدلوله الاساسي يعني. هنخش على محمد فاروق ولا جون. اوباما 7 تاني اكتر لعيب الدوري تهديفا كان بينافس وهو بينافس على هداف الدوري. ومحمد ابراهيم هدف واحد. فعندك اوباما في الاهداف حاجه عظيمه جدا. اللي بعده صناعه الاهداف. هنيجي ان قفشه هو اكتر لعيب الدوري في مركزه خمس صناعه تاني اكتر لعيب تاني الدوري. اكتر لعيب الدوري صناعه الاهداف 5 خلف عبد الله السعيد اللي عبد الله طبعا ما انضمش عشان الاصابه الطويله. كابتن حسام يعني كان يتكلم في القصه دي. محمد فاروق صانع هدف واحد. اوباما صانع هدفين. محمد ابراهيم ما صنعش. ماشي نيجي للي بعده صناعه الفرص. قفشه 15 محمد فاروق 3 اوباما 21 تاني اكتر لعيب الدوري واللي وراه هو الاكتر محمد ابراهيم 24 اكتر لعيب في مركزه بيصنع فرص لزمايله. محمد ابراهيم الاول وبعديه اوباما تاني. اوباما ماشي نيجي للي بعده محاولات على المرمى. دي برضو بتقول لك مين اكتر واحد بيشوط واثق في نفسه بيحاول على المرمى كتير عايز يجيب اهداف. قفشه طبعا معروف بيها 18 منهم على المرمى 5 محمد فاروق 6 ولا واحده على المرمى. اوباما 26 ودي حاجه كويسه جدا 14 منهم على المرمى كبير. اوباما وده الاكثر في الدوري بالتساوي مع عبد الله السعيد. اوباما عامل ارقام جامده جدا ارقام اوباما جدا ملفته جدا جدا. ماشي 16 لمحمد ابراهيم 5 منهم على المرمى. ماشي نروح للي بعديها اللي هتبتدي توضح لنا شويه الفروق. خساره الكره تحت الضغط 18 قفشه 8 محمد فاروق. اوباما 23 67 محمد ابراهيم. ده رقم كبير رقم كبير. وده اللي بيقول ان محمد ابراهيم لعيب كوره قوي. بس بيحب دايما يمتع نفسه. بيحب يمسك الكوره كتير. بيرقص كتير ويعمل كتير هو بينتج فيخسر الكوره كتير فدي ممكن يبقى ليها مدلول عند الجهاز الفني لمنتخب مصر وفقا لطريقه لعبه. طيب انت لما تبص برضه على فاروق ارجع الاحصائيه اللي فاتت دي. انت لما تبص على فاروق هتلاقيه خسر الكوره 8 في ماتشين. كتير ده كتير كتير جدا طبعا. ماشي اللي بعده مراوغات الصحيحة. دي ميزة محمد ابراهيم 54 وده اكتر لعيب في مركزه بيرقص. 54 ودي مراوغة. وهي دي المدلول اللي بتاع اللي قبليها. لعيب مهاري قوي هو هو اكتر لعيب حريف فيهم طبعا معروف. اوباما 6 ودي الصحيحة بس يعني. وفاروق 1 قفشه 16 ماشي اللي بعده ودقة التمريرات دي اخر حاجة 79% لقفشه 73% لفاروق 84% لاوباما 79% لمحمد ابراهيم. في النهاية احنا لازم نقول ان اوباما هو اكتر لعيب كان يستحق التواجد. صحيح. بارقامه والخبرة الدولية موجودة يعني مش الدولية الخبرة القارية موجودة. قارية بيلعب في افريقيا بيلعب في افريقيا كتير جدا مع الزمالك. ما عندوش مشكلة في الضغط خالص ولعيب بيقدم افضل مواسمه على الاطلاق من الناحية التهديفية من ناحية المحاولات على المرمى فكان لعيب كويس قوي لو كبديل تعرف تستخدمه. اوباما فعلا كان يستحق ان يكون متواجدا مع منتخبنا الوطني. اخر حاجه عندنا هي الاجنحه. ماشي. مصطفى فتحي، زيزو، احمد سمير، اسلام عيسى وعمر كمال. ده عمر كمال عبد اللعيب المصري. ماشي يبقى 8 ماتشات خاضهم مصطفى فتحي. مصطفى فتحي ب 699 دقيقة. 12 مباراة لزيزو 1088 دقيقة. 15 مباراة احمد سمير ب 1237 دقيقة. واسلام عيسى 5 ماتشات برضه قليل 671 دقيقة. عمر كمال عبد الواحد 12 مباراة ب 1151 دقيقة. اقلهم في المشاركة هو اسلام عيسى وده حقيقي. اكثرهم في المشاركة هو احمد سمير اكثره في المشاركة يعني احنا بنتكلم على دي برضو مشاركات مين الاساسي في مين البديل فنوعا ما اسلام عيسى واضح انه بديل خلاص مش محتاجه بالظبط كده. اللي بعده نخش على اللي بعده في الاهداف هنلاقي ان مصطفى فتحي جايب 5 2 منهم ركلات جزاء. احمد زيزو 1 هدف وحيد ودي حاجه قليله بالنسبه له. احمد سمير هو المفاجاه سلاح هجومي قوي جدا في الجناح 7 وده بينافس برضو على هداف الدوري بس 5 منهم من ركلات جزاء فهو سلاح قوي جدا في الضربات الثابته. تمام احمد سمير. نيجي لاسلام عيسى ولا هدف 7 لعمر كمال 3 منهم ركلات جزاء وعمر كمال بيقدم موسم كويس جدا في المصري. نيجي اللي بعديها صناعه الاهداف ودايما انت عايز من الجناح الاهداف وصناعه الاهداف دي مهمه جدا بالنسبه لنا. مصطفى فتحي الاكثر في الدوري في مركزه 4 زيزو 3
احمد سمير 2، اسلام عيسى 2، عمر كمال ما فيش، اللي بعده ده المدلول في الاخر اللي احنا هنقول عليه ليه ومين ومين. صناعه الفرص، احمد سمير 29 الاكثر في الدوري في مركزه بيخطر لعيب في صناعه الفرص، 23 زيزو، مصطفى فتحي 12، واسلام عيسى 14، وعمر كمال 9. اللي بعده العرضيات الصحيحه، هتلاقي برضو احمد سمير من اكتر اللعيبه اللي بتعمل عرضيات، 96 ده رقم، 27 منهم صحيح، زيزو 78، 27 منهم صحيح، فدقه زيزو اعلى طبعا، مصطفى فتحي 33، 5 منهم صحيح، واسلام عيسى 35، 5 منهم صحيح، وعمر كمال 18، 5 منهم صحيح. نخش على اللي بعده، وهقول لك في الاخر ان احمد سمير مستحوذ على الارقام خالص، ده حقيقي. محاولات على المرمى 41 لاحمد سمير، 41 محاولات، 15 منهم على المرمى، زيزو مصطفى فتحي 18، 12 منهم على المرمى، زيزو 23، 6 منهم على المرمى، واسلام عيسى 15، 6 منهم على المرمى، وعمر كمال 24، 12 منهم على المرمى. رقم كويس بالنسبه لعمر في ده. ده حقيقي، بس طبعا برضو احمد سمير هتلاقيه هو المتفضل. احمد سمير يعني مسيطر على تحليل الرقم ده حقيقي. وهنيجي في الجناح بقى، الحاجه الوحيده اللي هنحطها هو استخلاص الكره، او الواجب الدفاعي زي ما بيقولوا. وطبعا احمد سمير احنا عارفين كان باك شمال في البدايات، فدايما عنده الحته دي، هتلاقيه متفوق عليهم كلهم، 103 استخلاص للكره. فانت لو بتتكلم على جناح عنده زياده الهجوميه كويسه جدا، وعنده زياده الدفاع، وعنده الواجب الدفاعي قوي، الراجل ده سمير لازم يتحط عليه السبوت. وبعديه 100 عمر كمال، اسلام عيسى 87، ودي ميزه اسلام عيسى اللي دايما اي مدرب برضه، ان هو سريع جدا، فبيعرف يرتد من في الهجوم للدفاع. ومصطفى فتحي 39، وزيزو 69. في النهايه احمد سمير مش هقول ان هو برضه كان ينضم لفرصته صعبه جدا تكاد تكون معدومه في المشاركه في منتخب مصر، او حتى كبديل، ان هو برضه من اللعيبه اللي محتاجه وقت، مش لعيب يعمل لك امباكت لما ينزل كبديل، لا ده محتاج لعيب اساسي يلعب. ولكن هو سلاح حلو، سلاح قوي، انت تقدر تشوفه وتحكم عليه من ارقامه في الدوري. احمد سمير، اوباما، محمد فتح الله، محمد فتح الله، غازي المحله، عبد المنصف، وعمر الحلواني، دول الخمسه رقميا اللي كان من الممكن ان هم يبقى ليهم فرصه للانضمام لمعسكر منتخب مصر. فرص. طيب الخمسه دول احنا حطيناهم قدام عين الناس، وهي اللي بتحكم في النهايه، قدام عين الجهاز الفني، قد يكون في منهم واحد او اتنين. يعني بشوف مثلا اوباما كان لازم يبقى له فرصه، ما عندوش نواقص، يعني هو ده اللي فيهم كلهم، ما عندوش اي خانه تقدر تقول فيها لا. كان لازم اوباما يكون موجود، كان لازم عبد المنصف يكون موجود وفقا للارقام. محمد انت متعتني النهارده، ربنا يخليك والله، شغل محترم جدا جدا، وارقام ومؤشرات، وانت وعمر عمالين تعالوا على بعض في الجمال والمذاكره والشطاره. بشكرك جدا جدا يا محمد، بشكرك جدا. احنا لسه مستمرين مع حضراتكم بعد الفاصل. امير عزمي مجاهد، المدرب العام لنادي البنك الاهلي، خليكم معانا في جمهور الثالثه.